استقبل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى القائد الأعلى حفظه الله ورعاه بحضور معالي المشير ركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين بقصر الصخير يوم أمس. استقبل قائد وعددا من ضباط سفينة مملكة البحرين صبحة التابعة لسلاح البحرية الملكي البحريني بقوة دفاع البحرين بمناسبة عودة رجالها البواسل سالمين غانمين بعد أن أدوا مهامهم النبيلة في عملية عاصفة الحزم وإعادة الأمل في الجمهورية اليمنية الشقيقة على الوجه الأكمل ضمن قوات التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة. وقد رحب جلالة الملك المفدى القائد الأعلى بالضباط وكلفهم بنقل تحياته وتقديره إلى جميع ضباط وضباط صف وأفراد سفينة مملكة البحرين صبحة التابعة لسلاح البحرية الملكي البحريني مشيدا بما بذلوه جميعا من جهود وطنية سامية وما حققوه من نجاحات قيمة متكاتفين مع الأشقاء دفاعا عن الحق والشرعية استنادا إلى قرارات الأمم المتحدة لكل ما فيه خير اليمن الشقيق وشعبها العزيز وحماية لسيادة دولنا وأمتنا وأمن منطقتنا. معربا جلالته رعاه الله عن تقديره لما بذله هؤلاء الرجال الشجعان من واجبات وطنية بعزيمة صادقة وإرادة صلبة لأداء الواجب وما قاموا به من مهام إنسانية رفيعة لتأمين الملاحة الدولية في خليج عدن والتصدي للكثير من محاولات التهريب غير الشرعية إضافة إلى المساهمة النبيلة في إيصال وتأمين معونات الإغاثة الإنسانية والطبية للأشقاء في اليمن بالتعاون مع المؤسسة الخيرية الملكية. مضيفا جلالة الملك المفدى أيده الله أن ما قام به هؤلاء الرجال الشجعان هو استمرار للإنجازات المشرفة والمتواصلة التي قام بها سلاح البحرية الملكي البحريني في العديد من الواجبات العسكرية والإنسانية بالتعاون مع الدول الشقيقة والصديقة حفاظا على السلام والأمن الدولي ولمكافحة القرصنة تحت مظلة الأمم المتحدة. متمنيا جلالته رعاه الله لجميع رجال قوة دفاع البحرين البواسل الذين يواصلون أداء واجبهم الوطني الجليل ضمن قوات التحالف العربي المشترك من مختلف وحدات وأسلحة قوة دفاع البحرين المزيد من التوفيق والسداد. مؤكدا جلالته أيده الله أنهم موضع الاعتزاز والفخر لأهل البحرين حيث جسدوا أسمى معاني الوطنية الحقة بأروع صورها. وقد ألقى الرائد بحري نواف المحمود قصيدة أمام جلالة الملك المفدى بهذه المناسبة.